السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن نبتة مهمة أن تكون موجودة معك في البيت. النبتة هي قسط أو القسط الهندي أو القسط البحري. هو نبات مشهور تعود أصوله إلى إقليم شرق آسيا والهند، وهو يشبه إلى حد كبير نبات الزنجبيل، ويتشارك معه نفس الفصيلة النباتية. يتميز القسط بكونه من نباتات فصيلة الزنجبيل الصالحة للأكل. يعد القسط الهندي من أهم النباتات الطبية المستخدمة في الطب الهندي، وقد ورد ذكر القسط في السنة النبوية، ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة، وعليكم بالقسط. إيش العذرة؟ وجع الحلق، وهو الذي احنا نسميه سقوط اللهات او اللهات بفتح اللام، وهي اللحمة التي تكون في اقصى الحلق. وكذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه حيث قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها وعندها صبي ينبعث من خاره دما، ينزل دم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: به العذرة، ذكرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما تعذبن أولادكن إنما يكفي إحداكن أن تأخذ قسطا هندية، تأخذ إيش؟ قسطا هندية، فتحله بماء سبع مرات، تحل بالماء سبع مرات ثم توجزه إياه. قال: ففعلوا فبرأ الغلام. يقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، طبعا حديث صحيح مسلم، مبينا منافع القسط الهندي، يقول: قد أطبق الأطباء في كتبهم على أنه يدر الطمث والبول، وينفع من السموم، ويحرك شهوة الجماع، ويقتل الدود وحب القرع في الأمعاء إذا شرب بعسل، وينفع من برد المعدة والكبد ويردهما، ومن حمى الورد والربع وغير ذلك. هذا ما ذكره الإمام القيم. طبعا والقسط له فوائد في علاج السحر والعين والمس أيضا، نحن ذكرناه. تأخذ ملعقة شاي طبعا مطحون منها في كأس ماء مع ملعقة عسل سدر، وتقرأ عليه آيات الرقية الشرعية اللي فيها الفاتحة وبداية سورة بقرة وآية الكرسي ونهاية سورة بقرة والمعوذتين وقل هو الله أحد، وأيضا آيات السحر اللي موجود في سورة يونس العراف ويونس وطه. فاستعمال الراقي لها أمر مشروع لاحتمال أن يكون من هذه الأشفية اللي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث استعمال القسط الهندي. طبعا من فوائد أيضا هذا القسط، يقوم بزيادة نسبة الحيوانات المنوية عند الرجل، بالإضافة إلى زيادة قدرته على تخصيب البويضة، ويزيد من الرغبة الجنسية عند الرجل. كذلك يقوم بتنظيم الحيض لدى السيدات، بالإضافة إلى أنه يساعد في تنظيم الهرمونات الخاصة بالنساء، وهو منشط أيضا طبيعي للمبايض. هذا بالنسبة فيما يخص الرجل والمرأة. أما فوائد القسط البحري بالنسبة للحمل، أيضا يساعد القسط الهندي في علاج العديد من مشاكل النساء الحوامل، من بينها العقم أو تأخر الحمل أو مشاكل الجهاز التناسلي.
أيضا بالنسبة لي فوائد للمرأة الحامل. القص الهندي أيضا يساعد على يعني الحمل بشكل كبير إذا كانت المرأة عندها مشاكل في تأخير الحمل، مشاكل في المبيض، مشاكل في الرحم، حتى ينظم هرمون الحليب يعني هرمون التبويض أيضا وباقي الهرمونات اللي في الجسم وكل مشاكل الجهاز التناسلي. طريقة استخدامه هو أخذ مسحوق وتعجنه مع زيت الزيتون وتتناولها المرأة مرتين في اليوم في الصباح والمساء. هذه هي طريقة الأخذ. ملاحظة، لا تأخذ فترة الحيض، وإذا ما تم الحمل يجب إيقاف تناوله لأنه يمكن أن يتسبب في إسقاط الجنين. أيضا من فوائد القص الهندي للتنحيف، يساعد القص هذا على التنحيف وإنقاص الوزن وإذابة الدهون المتواجدة على مستوى البطن والخصر والأرداف. فتتناول ملعقة صغيرة من مسحوق القص مرتين في اليوم مع الحليب أو الماء، لأن عادة القص هذا نوعه يأتي مر. أيضا من فوائد القص الهندي للشعر، تستخدم عشبة القص الهندي في علاج مختلف مشاكل الشعر المتضرر، فهو ينظف ويطهر فروة الرأس ويربطها ويمنع جفافها، كما يوازن نسبة إفراز الدهون بالنسبة لفروة الرأس الدهنية، ويعمل أيضا على تقوية الشعر من جذوره إلى أطرافه والحد من تساقط الشعر أو من تقصفه. للحصول على شعر صحي وقوي، أقول يمزج 3 ملاعق كبيرة من القص المطحون مع زيت الزيتون ويدلك به فروة رأس وتترك 20 دقيقة ثم يغسل. يعني فوائد القص زيت زيتون الشعر كثيرة جدا وفعال جدا، خاصة إذا كان مع القص. أيضا إذا كان هناك أعراض جانبية لا يضر بالنسبة لي استعماله. فمن أجمل ترطيب، يعني إذا أردنا أن نرطب فروة الرأس، ندلكها بخليط من العسل مع القص المطحون مرة كل 15 يوم. من فوائد القص الهندي أيضا للبشرة، بشرة الإنسان، يعالج القص مشاكل البشرة، فهو يقضي على حب الشباب والبثور في البشرة وينعم البشرة ويرطبها ويقوم بتنقيتها من كل الخدوش والجروح والبقع، كما يقضي على الهالات السوداء حول العينين ويعالج من الكلف نهائيا، وكذلك إذا وجد النمش في الوجه. بالإضافة إلى هذا، فهو يعمل على تفتيح بشرة الجسم وتوحيد ألوانها من خلال وضعه على مناطق السوداء في الجسم إذا كانت فيها مواقع سوداء حتى يتم تبييضها. فماذا، كيف تستعملين؟ قومي بعمل عجين من بودرة القسط والقليل من العسل والماء، ويوضع على البشرة كقناع مع المداومة عليها، فسوف تجدين ما لا تتصورين من تغيير في البشرة. أيضا من فوائد القسط الهندي لعلاج الأمراض النفسية والعصبية، يعني فوائد كثيرة للقسط، يعالج الاكتئاب، يعالج القلق والإحباط والصداع والأرق والتوتر والنسيان والخوف والمرض، الوسواس وخاصة الوسواس القهري. وكما ذكرت في البداية، أهم فائدة من فوائده هو لعلاج المس والعين والسحر. فلا يخلو صيدليتك، بارك الله فيك وبارك الله فيك، من هذا النوع من
القسط البحري اللي جاء ذكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.